ما هي ورقة السياسة العامة؟ تقدم أوراق السياسات العامة تحليلاً لموضوع محدد جداً بناءً على البحث والأدلة والحقائق. قد يتضمن ذلك مثلاً مقابلات مع أصحاب المصلحة أو البيانات أو القوانين المنشورة حديثاً أو القضايا الجديدة المطروحة في البرلمان. يتم كتابة أوراق السياسة بلغة واضحة ومحايدة بهدف فني محدد، مثل تغيير السياسات أو زيادة الوعي أو حشد بعض الفئات الاجتماعية. تقدم أوراق السياسات العامة تشخيصاً للمشكلة وتطرح توصيات سياسية للتعامل مع تلك المشكلة. قد يتضمن ذلك استخدام دروس مقارنة أو بدائل سياسية تم استخدامها في بلدان أو مجتمعات أخرى. تسعى ورقات السياسة إلى التأثير على السياسات والقرارات من أجل المساهمة في تحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بممارسات الحكومة وأجهزتها المختلفة أثناء القيام بعمليات توفير الخدمات العامة وتصميم وتنفيذ الخطط التنموية، كما تهدف إلى جعل البحوث العلمية متاحة ومفيدة. قد يشمل ذلك أيضاً كتابة ونشر معلومات مبنية على الحقائق للمواطن العادي من خلال المقالات والتلخيصات والبودكاست أو البرامج الإذاعية. ما هي أجزاء ورقة السياسة العامة؟ تحتوي أوراق السياسات العامة على ثلاثة أجزاء: المقدمة، تسمية وتحديد المشكلة، هيكل الورقة، الحقائق والبيانات والشهادات، وتوصيات حول السياسة، البدائل والاستشارات العامة لتصحيح أو استبدال خطط السياسة أو آلية تطبيق السياسة والخبرات المقارنة. لنلقي نظرة على كل جزء. تعمل المقدمة على طرح مباشر لصلب المشكلة وتلخص التوصيات. يجب أن تكون المقدمة قصيرة ومختصرة. يجب أن تنتقل المقدمة مباشرة إلى صلب المشكلة. واضحة. يجب أن تكون اللغة المستخدمة واضحة جداً. مقنعة وجازمة. يجب أن تجذب المقدمة انتباه القراء. يوفر هيكل الورقة الأدلة لدعم ما تم ذكره في المقدمة. تقدم الأدلة من خلال الحقائق والبيانات والتحليل أو حصيلة المقابلات والعمل الميداني. الحقائق والبيانات هي أساس التحليل. إذا كانت الحقائق والبيانات الأساسية خاطئة، فإن التحليل لا قيمة له. يجب أن يتم كتابة هيكل الورقة بطريقة تجعل الأدلة مقنعة قدر الإمكان. يجب أن تكون التوصيات السياسية عملية وقابلة للتنفيذ ومجدية سياسياً وممكنة. يجب على التوصيات أن توضح من، ماذا ولماذا، أي من يجب أن يفعل ماذا ولماذا، ولو على صنع القرار على المستوى الوطني. وهذا السرد دليل على إمكانية تنفيذ التوصيات بشكل واقعي، ومسار العمل قد تم طرحه بوضوح. إلى من نوجه الورقة؟ من الممكن أن يكون لورقة السياسة العامة جماهير مختلفة اعتماداً على المشكلة ومحل العرض والدراسة والسياق الوطني التي تتواجد فيه. يمكن أن يشمل الجمهور صناع السياسات، يتضمن أفراد في مختلف مستويات الحكومة ومستشاريهم، والمنظمات الدولية والوطنية، والناشطين وأعضاء الحركات الاجتماعية المهتمين بالموضوع، والباحثين الآخرين العاملين في المجال السياسي، ومجمل المجتمع الذي قد يتأثر بالسياسة. كيف يتم كتابة ورقة سياسات؟ إذا كنتم ترغبون في كتابة ورقة سياسات، فما هي الخطوة التالية؟ قبل أن تباشرون في الكتابة، اسألوا أنفسكم ثلاثة أسئلة هامة. رقم 1، ما هي مشكلة السياسة الحالية التي نرغب في التصدي لها؟ يجب أن تكون المشكلة أو القضية التي يتم تناولها محددة وواضحة وذات صلة بالواقع. رقم 2، من هو الجمهور الذي أحاول التأثير فيه؟ هل تستهدف ورقتكم المنظمات غير الحكومية أم صناع القرار، الصحافة، مجتمع مطلع أم المجتمع الأكاديمي؟ معرفة جمهوركم المستهدف يساهم على تحديد كيفية تقديم محتوى الورقة والمعلومات التي يجب تضمينها. تعتمد القضايا التي تتناولها أوراق السياسة على الجمهور المستهدف. رقم 3، هل بحوزتي حقائق وبيانات كافية لمعالجة المسألة؟ يجب أن يكون لديكم حد أدنى من المعرفة والخبرة والمصداقية حول الموضوع. يمكن أن تسمح لكم مصداقيتكم بكسر المحظورات، ولا شك أن مصداقيتكم لها تأثير على تغيير السياسة. يجب أن توضحوا أساس مصداقيتكم
ومعرفتكم في موضوع ورقتكم السياسية. أي نصائح أخرى؟ تذكروا، تتمحور ورقة السياسة حول معالجة قضية محددة بوضوح. لذلك اكتبوا بوضوح وببساطة، وقوموا باستخدام جمل قصيرة، وتجنبوا الرطانة والنظريات، وقوموا باستخدام المراجع فقط عند الضرورة.